مهام البرلمان وأبرزها رفع انشغالات المواطنين إلى السلطات العليا. ومن خلال برنامجنا من قلب البرلمان نحاول التطرق إلى أكبر عدد من المشاكل التي يعاني منها الجزائري سواء داخل الوطن أو خارجه، وكذا تقريبه لممثليه في قبة البرلمان. تحية لكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي من قلب البرلمان. نحن اليوم في ضيافة نائب المجلس الشعبي الوطني السيد مشري عمار. سيدي الفاضل شكرا لك على الاستضافة. مرحبا بكم، ربي يحفظكم، وتحية طيبة للجميع ومن خلالكم لجميع الصحافة الوطنية إن شاء الله. وبمناسبة رمضان كريم. ورمضان كريم لكل الأمة الإسلامية والشعب الجزائري عامة والشعب البيضي خاصة، ورمضان كريم لإخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين. نسأل الله أن يرفع عنهم هذا الوباء وهالبلاء إن شاء الله، وإن شاء الله يصوموا بالصحة كيفهم ككل الأمة الإسلامية إن شاء الله. بداية سيدي نستهل نقاشنا بالحديث عن السكن وهذا القطاع الذي يعتبر ربما بقدر حجمه وبقدر مشاكله الكبيرة في ربوع الوطن. أنتم سيدي الدائرة الانتخابية لولاية البيض، فكيف هو حال قطاع هذا الحساس بولايتكم؟ أكيد احنا في ولاية البيض يعني كيفها كباقي ولاية الوطن أو كمشكل السكن مشكل عويص يعاني منه كل سكان الجزائر. والدولة الحمد لله دولتنا الجزائرية يعني مرافقة في هذا المجال ومرافقة الشعب أنه يوفروا له سكن، لكن دائما توجد نقائص. ومع كل هذه الجهود ربما السكن أصبح حلم أو كابوس أيضا. أصبح حلم لأن في بعض الأحيان من لوموش فقط الدولة أن الدولة مش موفرة، في بعض الأحيان التجسيد أو التطبيق على أرض الواقع ما يكونش بالطريقة اللي تكون تشوف فيها الدولة. يعني كاين المناظير في بعض الأحيان تلقى السلطات المحلية يعني باش تسير موضوع تاع السكن كل واحد الرؤية تاعه. نعطيك مثال، احنا عندنا في ولاية البيض عندنا التجزئة الاجتماعية اللي راها يعني حديث الساعة من 2018. هذا البرنامج اللي انطلق في 2018 يعني انطلق بصفة رسمية، هو كان برنامج 2014 وانطلق بصفة رسمية في 2018. حصة ولاية البيض بصفة عامة كان حوالي 12,000 للمستفيدين لحد الآن مازال ما سكنوش هذا القطاع. قطاع أراضي يعني الدولة تخصص لك قطعة أرض وتوفر لك فيها تهيئة اللي نقولوا فيها لاسينيسمو الماء الغاز، بصح المصاريف مواطن بنى السكن تاعه ولحد الآن ما استغلهش. يعني من 2018 إلى يومنا مدة فقط 5 سنوات ولا عنده حلم. كاين اللي مسكين يقول لك كون غير ما ديتش هذه الصيغة، كون مشيت للسوسيال ولا مشيت للألبية بالك راني ساكن اليوم، وراه بالك ضحى بأعياد، ضحى بالك بدخول مدرسي تاع ولاد باش يبني هذا السكن. ولكن إلى ماذا تعود الأسباب، أسباب هذا التأخر؟ أسباب عديدة وعديدة جدا، لكن نذكر منها في بعض الأحيان يكون سوء تسيير أو تسيير بطريقة ما تكونش صب في صالح المواطن. وكاين كاين تعقيدات، كاين عرقلات، كاين حتى القانون في بعض الأحيان ما يكونش في صف المواطن ولا في صف هذيك الإدارة اللي راهي باغي تخدم هذا البرنامج. ولكن أن نحن نتحدث عن 5 سنوات يعني هي مدة طويلة، لم يتم فتح تحقيق أو ربما أين هي السلطات المعنية من كل هذا؟ يعني احنا هذا المشكل يوميا رانا نطرحوه وكل يوم تجيك الإجابات سوف نرى، رانا نشوفوا، رانا نعالجوا. وما يخفاش عليك تغير المسؤولين المحليين، تغيرات كثيره وقعت على الوطن كاع بصفه عامه وعلى الولايه بصفه خاصه، خلى هذا البرنامج يعني يدي وقت كبير. احنا نسعوا ان شاء الله مع السلطات المحليه يعني هذا الموضوع انا نشوفوا فيه بجديه باش ينطلق في القريب العاجل يكمل. هو 50% يعني تقريبا راها كاين، يبقى 50% اللي هي التهيئه للغاز، الربط بالشبكات، وكاين ثاني تقصير من بعض المواطنين باش ما نلوموش غير الدوله. كاين مواطن اللي راه عنده الاستفاده تاعي يعني عنده الدفتر العقاري تاع 2018 وقادر يعني الدوله عاطيته هذيك الاعانه تاع 70، هي اعانه مش باش يبني بها صح اعانه، ولكن تلقى حتى يعني حتى الارضيه حتى البلاتفورم موجود لها. يعني اللي يخلي الشارع كيكونوا كاع لي بلاتفورم على الاقل البلاتفورم، على خاطر الدوله اصلا يقول لك دير البلاتفورم البليات باش يعطوك هذه الاعانه. كي يخدم لي بلاتفورم يعني الحي يولي مجمول باين، السلطات كي تبغي تتدخل قال دوك يبغي يدير لي تروطوار ولا يبغي يدير طرقات ولا يلقى كيدير يخدمهم. بالعكس دوك كون يجي دروك وحدين مازال ما راهمش خادمين يبغي يدير الربط بالشبكات ولا يبغي يخدم الطريق مستحيل انه يخدم لك الطريق دروك.
هذه من المعيقات. يعني المواطن يشوفها باللي كل ما تجيب ليش الطريق وما تجيب ليش الغاز وما نقدرش أنا نحط دراهمي، والإدارة تشوفها بمنظور آخر أنا ما نقدرش نخدم في حاجة مازال ما راهاش باينة للعيان، مازال مش أمور قاعدة كام. حتى المواطن أيضا يجب توفير له متطلبات اليومية. عادة ما نرى بناء أحياء جديدة ليست في مصاف الأحياء، لا يوجد بها حتى متاجر للمواد الغذائية ربما. اكيد احنا اللي رانا نسعوا فيه مع السلطات المحليه، يعني الحمد لله راه عندنا ستاف في ولايه البيض اللي نتعاونوا جميعا، يعني مواطنين، اداره، مدراء، سيد الوالي ولايه، كاع الناس تتعاون فيه، لان المشكل العويص ولا اي حاجه اللي الانسان يكون فيها آلاز هي السكن. اي انسان نهار اللي يسكن ويفرح ويكون مرتاح حتى الطاقات نتاعه يقدر يخرجها بعد اللي يكون كيكون عنده مشكل، خاصه المشكل السكن كيكون عنده مشكل ما تستناش من هذا المواطن انه يكون مواطن صالح ولا مواطن، بلكي تكون عندها النفسيه تاعها ما تكونش مليحه. حنا رانا نسعوا باذن الله باش ننسقوا ما بين الوزاره وما بين السلطات المحليه باش يضخوا اموال في القريب باش يكملوا البرنامج. دوك تدرت برنامج اللي اقترافقه الى ان ينتهي بصفه نهائيه، كندير برنامج هنا وبرنامج لهي وبرنامج، وتكثر البرامج وحتى برنامج ما راه ناجح. نعطيك ثاني بالقريب تاع تزي، عندنا الألبية كذلك من 2018 عندنا 450 حصة، من 2018 تراوح مكانها. بالأمس اتصلوا بي هذو جماعة الألبية قال لك صايبة غير ريزيلو، قال لك احنا من 2018 احنا حاطين دراهمنا وما شفنا والو. يعني نورمالمون الألبية عندها مدة كي يدير كاي تشارج مع البروموتير، عنده مدة محددة اللي يخدم فيها من 2018 ل 2024 مدة كبيرة. الإشكال كي اتصلنا بسيد، هذا لا نسميه تلاعبات أو تجاوزات من طرف المراقبين العقاريين؟ المراقبين العقاريين كي تتقرب منهم وتتصل بهم الحجة تاعهم أنها الدولة خطرة تاني يديروا واحد القوانين بصح ما تنجمش تطبقها على كل ولايات الوطن. ممكن قانون يطبق هنا في الجزائر ولا في وهران ولا في المدن الشمالية، ما تقدرش تطبقها في الولايات الداخلية. هنا كاين لي بروموتير تلقاه هو قادر على بروموتير تعطيه البروجي يكمله بدراهمه بماله الخاص ومن بعد يقعد يستنى في ديك المداخل تدخل. ذي الخطره كي بدلوا القانون داروا الال بي 2 ولات طريقه الدفع تغيرت، كانت تمشي مباشره من المواطن للبروموتير، بروموتير يستال ديك الاموال يبني بها. دوك ولات الاموال تروح عن طريق السيانال وحتى يوصل حصه محدده عاد باش يفوتها البروموتير. والبروموتير احنا دوك كيما احنا في البيض البروموتير هو تاع الدوله تاع ليطا، عندنا لو بي جي هي اللي شاده. واش يقول لك انا ما نقدرش نصرف من دراهم الموظفين، كل نصرف من دراهم لو بي جي يعني من دراهمها الخاصه قادر يوصل لسنه من سنوات ما يقدرش يخلص الخدمه تاعه، باسكو من بعد الاجراءات الدراهم كي يحطها في بروجي يقعد هو يستنى باش تجي دراهم مشكل. هنا احنا اتصلت بسيد الوزير وراسلته انه يرجع الاجراءات تاع الال بي اي باسكو الال بي اي كانت ناجحه في كل ولايه، والال بي اي في معظم ولايات الوطن راها تعاني متوقفه بسبب اجراءات بسبب مشكل السيوله. مع اي بروموتير ما عندهاش دراهم ما يقدرش يتمشى. والبروموتير واش يقول؟ رد المسؤول الاول عن القطاع مازال ننتظر الرد. حتى هذو مساكين تاع الال بي اي كل ما يتصلوا بي نقول لهم صبروا، يقول لك صبرنا بزاف تدبرنا دوك صبرنا وتدبرنا. إيه انا موضوع السكن والله موضوع خاص جدا. وبعيدا يعني عن السكن الترقوي المدعم وبعيدا عن السكنات الريفيه، هل تم تقسيم السكن العمومي؟ السكن العمومي تم توزيع حصات عديده يعني في ولايه البيض. الحصه اللي راها حاليا كاين حصه 260 سكن على ما اظن يعني اللي جاهزه، ولكن السلطات شافت ان ما تقدرش توزع باسكو جاتنا حصه جديده راه كاينه 300 طور الانجاز. والحصه 2024 على حسب تصريحات السيد ولي ولايه عندنا 1000 حصه يعني رايحه توزع على الدوائر، ممكن تكون في القريب توزع الحصه على الدوائر تنطلق. كي تكون حصه حتى المواطن كنت توزع حصه قليله يعني تكون نفسيات المواطنين مالغري راه يقارع باليدي بصح نفسيته ما تكونش. كي تلمد حصه كبيره وتوزع يعني عدد كبير من المواطنين يفرحوا يكون عندها صدى في قلوب المواطنين الناس تكون فرحانه، ولكن كي تكون الحصه قليله من هذا الجانب يعني السلطات المحليه يشوفوا انهم يجهزوا كل هذه السكنات يكون عدد معتبر، كي يكون التوزيع يكون توزيع شامل لكل المواطنين باذن الله. ولكن نتمنى التعجيل. اكيد نتمنى التعجيل وفي هذا الجانب يعني حتى يعني نسعوا مع الساده النواب، يعني ذكرت الفكره مؤخرا
مازال عندنا مشكل يعني تكون تخلص قل من 24 ألف دينار باش تستافد نساك. وحنا هنا راه تناقض، هنا راه في يعني الحد الأدنى للأجر راه زوج ملايين، يعني 20 معناتها أي مواطن يكون موظف عادي يعني شاف بيرو ولا حاجة راه يخلص أكثر من 24000 ويقول له ما عليكش حق الاستفادة من الساك. وتلقى دوك رانا المواطنين شنو يقول لك؟ يقول لك أنا كاين مواطن يخلص 3 ملايين ومواطن يخلص 2 ملايين و300 باريزون. 2 ملايين و300 يستفيد من سكن اجتماعي، ومولا 3 ملايين ما يستفيدش. مولا 3 ملايين يولي كاري عند هذاك مليون و500 ولا مليون، هذاك يولي يخلص مليون و500 وذاك يولي يخلص 3 ملايين. يعني هذه لابد في القريب يعاود يسرعوا في يشوفوا حل على الاقل تولي 34000، يعني يكون توازن بين الزيادات في الاجور. دوك الدوله الحمد لله سي رئيس الجمهوريه راه يزيد في الاجور، وراه ماشي باش يقول باللي الضعف اخر خطره، يعني راه يشوف برنامج ان كل مواطن يولي يخلص ضعف واش كان يخلص، ولا على الاقل كارونتو ما تكونش ضعف ولا تكون قريبه للضعف. معناتها ثاني هذا المبلغ لازم يتضاعف على الاقل ولا تزاد فيه واحد 40% باش يواكب اجراءات اللي راه دوك مواطن تقول له الدينار تاعنا، يعني حتى باش نكونوا ما مواطن يخلص حتى 5 ملايين في وقتنا الحالي ما تكفيهش يعني عيش عيشه. كي يكون حد حد روحه ومنظم روحه يكون منضبط ممكن 5 ملايين تعيش، اقل من 5 ملايين كل راه تعان. وحنا عندنا ولايه الداخليه ولايه البيض يعني مكان توظيف مكان مجالات توظيف منعدمه، اذا ما خدمش في الوظيفه العمومي في اطار الدوله ولا اغلب شبابنا اللي راهم يمشوا دوك يعني تلقاهم جاجي في العسكر لا بوليس هاد القطاعات يعني القطاعات الامنيه هادو اللي راهم شويه يمتصوا. ما عدا هذا يعني ما كانش وزينات ما كانش مستثمرين مناصب عمل ضئيله جدا. يعني المواطن دوك راه يحارب من جهه انه يوفر عمل ولا يوفر يحارب انه يوفر سكن. مواطن راه عايش في واحد الظروف يعني يحارب من اجل العيش بكرامه اكيد. وحنا الحمد لله شوف حنا الدوله الجزائريه نتمنوا لها الخير، يعني اي حاجه تزيد في الدوله الجزائريه نفرح بها. مؤخرا دشن المسجد الاعظم والله يعني تحس بواحد السرور مالغري انا بالك من ولايه البيض قادر واحد يقول لك توشي همك مسجد في الجزائر، ولكن هذا مسجد للجميع، هذا الامه الاسلاميه قاعده تفرح به وصرح يعني إسلامي فقط لكل جزائري. من الوطنية أنك أي حاجة تزيد في بلادك كان تزيد في تمراس في جانش نفرح بها. أنا عن نفسي يعني هاد الصوالح الفرح بأي حاجة جميلة في الوطن تعتبر من الوطنية. وسيدي من السكن نعرج إلى قطاع لا يقل أهمية ولا حساسية، هو قطاع ربما في حد ذاته مريض ألا وهو قطاع الصحة، لأنه يعاني من عدة مشاكل في مختلف ربع الوطن، فكيف هو حال هذا القطاع في ولايتكم؟ الصحة مريضة يعني لها مشت المرض تاعها راه يزيد يتفاقم أكيد في كل ولاية الوطن، خاصة ولاية الداخلية يعني معاناة كبيرة. احكي لك احنا على ولايه البيض عندنا مستشفى في ولايه البيض من 84 85 تقريبا، يعني من اللي طلعت ولايه البيض ولايه كاين هذا المستشفى. هذا المستشفى كان وحيد بالك في ذيك السنوات مع كثافه سكانيه قليله، كانت كثافه سكانيه قليله الدوائر قليله ممكن كان يؤدي الدور تاعه. حاليا ما راهش يؤدي الدور تاعه، حاليا راه بالك راه عاله على 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 مدراء الصحه ولا عاله على وهذا المستشفى الوحيد في القريب يعني في كان يستقبل كل الدوائر. الحمد لله حد أرى عندنا دائره الابيض سيد الشيخ لها ولات ولايه منتدبه، وهذا ثاني شيء نثمنوه سيد رئيس الجمهوريه ونفرحوا به تحيه للسيد رئيس الجمهوريه على هذا الانجاز. وكاين دوائر كما دائره بريزينا دائره الرقاء دائره بريزينا الحمد لله تم تسجيل المستشفى بصح لحد الان ما راهش كاين، معناتها دائرة بريزينا يجوا للبيض، دائرة الرقاصة يجوا للبيض، دائرة الشلالة، دائرة بوسمغون، بوقطب الحمد لله فيها هذو كل يصبوا في نفس المستشفى، يعني الضغط اللي على المستشفى. وهذا المستشفى مؤخرا اتصلت السيد مدير المستشفى عليه ديون كبيرة، ديون يعني متفاقمة ملايير، كي يقول لك بلي شيفر يعني ما تقدر تقول نخلي هاد الديون نخلي هاد المستشفى نمشي نبني مستشفى جديد.
الديون هذه عطلت من ما تقدرش تشري، ما تقدرش توفر الالات، ما تقدرش توفر المستشفى واش تاعو هو اله طبيه دوك يجب توفير الموارد البشريه طور. والماديه ايضا اكيد الطب راه يتطور، احنا مازال باغي ما تقدرش في ظروف طبيب يعني حتى اليوم اصحاب الرداء الابيض باش ما نلومهمش كي ما توفرلاش الظروف. احنا عندنا ثم مساكين والله، عندنا ناس طب فراملة تلقاهم يخدم قلبا قالبا، يعني تلقى حاسب المريض اصلا اهل المنطقه يكون فاميلته يكون قريب له، بصح شغل تلقاه ما يقول لك واش ندير، قادر انا نمشي معاه ونجي معاه، بصح كي يمشي دي فوا وصلنا لواحد في بعض الاحيان ابسط الامور مش متوفره، يقول لك لهذا الصحه في وفي كل اللي رانا نسعوا معاه مع السيد الوزير وننقلوا الانشغالات يوميا انها تكون مستشفيات في دائرة الشلالة، مستشفى في دائرة بريزينة، مستشفى في دائرة رقاصة، التعجيل في فتح مستشفى دائرة بوعلة، عندنا مستشفى منجز لأسباب بسيطة ولا أسباب تاع عدالة وأسباب تاع تقصير تاع مسؤولين، معليش حاسب المسؤول ولكن ما توقفش. بالرغم من كل توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع الصحة. التوجيهات كاينة حتى الإرادة موجودة عند المسؤولين المحليين، لكن أحيانا طريقة معالجة المشكل ما تكونش بالطريقة الصحيحة. مستشفى بوعلة هو كان فيه مشكل تاع يقولوا اختلاس ولا سوء تسيير ولا معليش، هذه العالجة عن طريق القضاء، ولكن كمل إنجاز مستشفى خاصها روتوشات قليلة، يكمل إنجاز افتح المستشفى يستفيدوا منها المواطنين، وتابع اللي غلط تابعه العدالة. الحمد لله احنا عندنا كل ثقة في العدالة تاعنا انها تتابع هذه المواضيع وتمشي وتجيب حق المواطن وحق الدولة من هذا الانسان اللي كان عنده سوء تسيير. احنا نقولوا سوء تسيير مانيش عارفين، ممكن من بعد يكون الانسان بريء، خاطر احنا دائما الهضره تسمعها حاجه ومن بعد في التسيير باسكو خطره يقول لك في الانجاز، انت اعطيتك هذه 100 مليار انجز بها هذا المستشفى. انا 100 مليار اعطيتها لي في 2017 والاجراءات ومنه وحبس وخرجت انفريكتي وعاود منه تدي لي عامين، والله انا من بعد 100 مليار نلقى لي بري تبدلوا تاع المواد البناء مع كل شيء تبدل، معناتها ما تقوليش انا راك 100 مليار كيفاه ما خدمتلكش. مثال هذا يعني ما تقدرش، كاين التقديرات تاع السنوات اللي تتبدل، تحيين دائما نقول تحيين الاسعار، تحيين لي مارشي اللي يعاودوا فيهم اعاده النظر، ويلي التسريع في الانجاز حتى حاجه تسجل لك في 2021 اللي في 2021 تنجز. هذا واعطى السيد رئيس الجمهوريه اولويه خاصه لمرضى السرطان، اذ شددت الحكومه الجزائريه على ضروره اتخاذ كافه التدابير والاجراءات لمنح مريض السرطان الراحه والعنايه اللازمه، فكيف هو حال مريض السرطان بولايتكم؟ مريض السرطان الحمد لله احنا في الاونه الاخيره راه كاين مستشفى يعني خاصه لمرضى السرطان مجهز، ولكن يبقى شساعه الولايه والتنقلات للناس اللي بعاد، عدم توفر سيارات الإسعاف يعني اللي توفر فيها الظروف، هذا البعد واللي أثر على مريض السرطان ماشي ما نديروش تقصير، ولكن يليق الشمولية في هذه المستشفيات وفي هذه العناية. واش نقول لك كره في كل دائرة مستشفى ويخصوا لهم جناح خاص لمرضى السرطان، القرب كي على الاقل المريض كي يحس روحه باللي باغي يمشي 20 كيلو 30 كيلو ويعالج، مش كيما باغي يمشي 150 كيلو نفسيا، اصلا نفسيا كي يبغي ديبلاسي ما يكونش اليز، يعني المرض وتزيدها النفسيه هذا معاناه التنقل والمصاريف الزائده. المصاريف زائده اكيد. عندنا الثقه في الدوله الجزائريه تاعنا انها تخصص مبالغ لهذه الولايات، خاصه ان احنا سيد رئيس الجمهوريه الان راه عندنا زوج ولايات، ولايه البيض والولايه المنتدبه الابيض سيد الشيخ، وفي هذه النقطة يعني نتحدثوا على البرنامج التكميلي السيد رئيس الجمهورية، يعني يوم تنصب والله أيامات التنصيب تحدث عن برنامج تكميلي لخمس ولايات، يعني هو أصلا شاف باللي هذه الولايات لازم تكون في مصاف بعض الولايات، يعني ما نقولوش مصاف الولايات الكبيرة ولكن تكون عندها نفس الريتم مع بعض الولايات. احنا لحد الآن رانا نستنوا في هذا البرنامج التكميلي، وطالبنا من السيد وزير الداخلية وزير الأول أنهم يسرعوا في هذا البرنامج، لأن ولاية البيض صفة خاصة، يعني ولاية البيض الموقع تاعها والطبيعه تاعها والله تستوجب التسريع في هذا المجال. انا دائما نقول لمرانا احنا الولايه تقريبا ممكن ولايات راهم كيفنا، ولكن احنا ولايه تحت الصفر في جميع المجالات، مجال الصحه نمشوا لمجال الطرقات، المواطن البيضي
أمنيته أنه يكون عنده طريق مزدوج بين البلديات، وما كانش طريق مزدوج. خطر كنت نقصر هنا مع واحد الشيخ قال لي ما زرعتكم طريق، طريق واحدة هذيك تاع باكري. يعني إحنا المواطن كي يكون يسوق السيارة تاعه يعني يعس الكروازمو، يعس الطرق محفرة، الطرق اللي كوتمو مش مخدومين، يعني تسوق في الريسك. رغم أن أيضا ولاية البيض تقع في موقع ممتاز، هي يربطها عدة ولايات. أكيد القرب تاعها لعدة ولايات، ولكن كي ما تكونش الطرقات هي الطريق هو شريان الحياة. الطريق هو اللي يجيب لك التاجر، الطريق هو اللي يجيب لك المستثمر، الطريق هو اللي حتى الصحة كونها عندنا طريقات طرقات يعني مزدوجة اللي تخليك تتنقل بسرعة الولاية اللي جنبها. احنا تلقى في بعض البلديات، نقول لك أنا كاين بلدية المحرة ولا بلدية شلالة ولا عندهم بعض القرى بالك مسكين باش يوصل للمستشفى، سيرتو هذه المناطق المحرة الرقاصة بريزينة اللي فيهم لدغات العقرب في الصيف. كثير من الأطفال المساكين توفوا ما قدروش ينقلوهم للمستشفى، يعني الطريق البيس السيارة ديفويديف السيارة الشخصية تاع هذاك السوكوس أصلا هو المواطن كي يتقلق تبدي الضغط الدم يعني تسارع الدورة الدموية يأثر يعني يؤدي للوفاة. الضغط في السياقة ما تكونش آلاز. عندنا في هذه السياقتين السكة الحديدية اللي نستنوا فيها يعني راه حلم مواطن، وعاد ماهيش حاجة كبيرة يعني من المشرية إلى بلدية البيض يعني 135 كيلو من 2012. أي عقل أن في الدولة الجزائرية وكاين شركات وطنية كبيرة يعني محترمة وسيد رئيس الجمهورية أولويته هي السكة الحديدية، يليق الريزو تاع السكة الحديدية يربط كل ولاية. في آخر تصريح النهار اللي تلقينا معاه مع السيد رئيس الجمهورية مع البرلمان بغرفته يعني وعد أنه يوصل السكة الحديدية حتى التمراس حتى يعني الولايات البعيدة. فما بالك انت مشروع عندك في ولاية منطلق من 2012 كانوا دينين باللي مدة الإنجاز 44 شهر. إيه راه مش وهو مشروع صغير بصريح العبارة، مشروع صغير ومشكل يعني هذه أحيانا بعض المشاكل ما تعرف ليهاش المشكل يعني وين راه السبب، كاين سبب لازم ضرب بيد من حديد. الإنسان الناس هذه اللي يتعرقل ولا راه لازم الدولة يعني تحاسبهم. أنا كي تقول لي مشروع من 2012 ل 2024 ما قدرتش تسلمه يا أخي روح لداركم، باسكو كاين الدولة الجزائرية ماهيش عاقلة ولا ده عندنا إطارات، عندنا ناس يحبوا البلاد، كاين ناس اللي باغية تخدم. وثاني خطرات نقولوها يعني بصراحة هذه يعترفوا بها حتى الوزارة، التوظيف كيكون التوظيف بالمحسوبية، وظف لي ابن عمي ونوظف لك ابن عمك، ماكش إطار ماكش كفاءة ما تجيش لهذا المنصب، معليش نوظفك باش تخلص ولا نوظفك في اماكن اللي ما تاثرليش على التنميه. بصح تجيب لي واحد مدير باش يسير شركه ولا يسير مشروع هو مش قادر على ذاك المشروع يعني ما يقدرش يتمشى. وبحديثك عن النقل سيدي ومشكل النقل والتنقل، ايضا يعاني قطاع التربيه والتعليم من هذا المشكل خاصه بالنسبه لمناطق الظل، فهل تتوفر المؤسسات التعليميه على النقل المدرسي؟ هذا عدد المشاكل المعروفه كمشكل الاكتظاظ التدفئه والاطعام. الحمد لله احنا في ولاية البيض يعني في مجال التربية يعني شوية عندنا بصيص أمل أن شفنا يعني مديرية التربية ولا القطاعات التابعة للتربية عندنا فيها واحد الارتياح يعني من حيث الاكتظاظ. راه كاين تسجيل لمؤسسة جديدة متوسطات ثانويات ابتدائيات، يعني نقدر نقولوا رانا مرتاحين في هذا المجال. يقعد النقل المدرسي الحمد لله، وتحية للسادة رؤساء البلدية يعني هم اللي مشرفين على النقل المدرسي، تلقاهم همهم وانشغالهم هو التلميذ، انهم يوفوا يعني اول حاجة تهيئة المدارس الابتدائية، تلقى في اول تسجيلات في البي سي دي اول مشاريع يعني اللي يعطوها الاولوية هي المدارس الابتدائية. وحتى السادة المدراء مدير التربية مدراء مؤسسات متوسطات الثانويات يعني الحمد لله في ذاك المجال عندنا واحد الروح تعامل مخلية هذا القطاع يعني اللي رانا نشوفه فيه متحسن نوعا ما. يعني مازال كاين نقائص، كاين اللي خاصهم متوسطات، كاين اللي خاصهم ثانويات، ولكن ماهوش بذاك الضغط اللي نحسوا باللي الناس يعني التلميذ يقدر يقرا
في جو ملائم، متوفرت له الشروط، متوفر له النقل المدرسي، الحمد لله فيها الرياضة مهيئة. الرياضة مهيئة. التوفيق والسداد لكل الطلبة والمتمدرسين. أمين يا رب. تعتبر ولاية البيض ولاية تاريخية ثقافية بامتياز، إذ تزخر بتراث مادي متنوع من قصور قديمة ومحطات النقوش الحجرية ونصب تذكارية، ومع ذلك فهي لم تأخذ حقها بما يكفي في السياحة، حتى لا نقول أنها مهمشة. فالمشاهدين الآن الذين يشاهدون على قناة الجزائر الآن ربما يجهلون ما يمكن لهم اكتشافه في ولاية البيض. يعني والله ولاية البيض كما قلتي ما نقولوش ولاية البيض، يعني سكان الجزائر أو سكان العالم محرومين من مناظر وقصور وأمور أثرية في ولاية البيض. واش انا كنت نقول قبل اللي مخلي هذا المجال يعني ما نجحش في ولايه البيض ولا ما تطورش ولا الناس ما تجيش هي الطرقات، هي النقل. انا كنت قلتها لاخر مداخله السيد وزير النقل، قلت له انتم يعني الوزاره المركزيه كي ينجح النقل في الوطن كامل، ينجح التاجر، ينجح الاقتصاد، ينجح المستثمر. المستثمر كي يكون ماشي للمنطقه، درك رانا في عالم السرعه، يعني الوقت انا كي نمشي للولايه ديك باسرع وقت ونشوف الحياه اللي باغي نخدمها نقدر نخدمها. حنا في ولايه البيض عندنا نقوش حجريه يعني كثيره وكثيره جدا، نذكر لك نقوش حجريه في بلديه المحره، نقوش حجريه في بلديه بوعلام، نقوش حجريه في بريزينه، عندنا قصر الشلاله، عندنا قصر بوسمغون، عندنا في الابيض سيد الشيخ، عندنا رباوات قصر الباوات، عندنا المناظر الطبيعيه كما عندنا البنود قصر ملك سليمان في البنود، عندنا بريزينه مؤخرا بدات الناس تجي لبريزينه حتى في لي ريزو سوسيو بلاك تشوفوا راه كاين بزاف كي تكتب بريزينه يعني يطلعوا لك بزاف لي فيديو الناس اللي مشات ليهم، كاين اللي تورناو فيها حتى بعض المقاطع. مناطق سياحيه بامتياز، عندنا منطقه اثريه المسجد تحت الارض في 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 دائرة الرقاصة في مسجد الموحدين، مسجد هذا قديم بنوه المجاهدين في عهد الاستعمار، الناس اللي كانت هذو من الناس اللي حافظوا على الدين الإسلامي في المنطقة، يعني كانوا متخبيين تحت الأرض يصلوا تحت الأرض وبانين ذاك المسجد بطريقة عجيبة، يعني كي تدخل له تحس بواحد الشعور غريب. هذو كل الناس متوفر لهم يعني الطرقات، على الاقل تكون الطرقات، الناس ذكرها بسياراتهم، كي تكون الطرقات المليحه والناس تتنقل الاز اكيد السواح رايحين يجوا. ومؤخرا يعني راه كاين جمعيات نشطه في مجال السياحه راهم يؤدوا في دور كبير، يعني راهم ينسقوا مع لجان السياحه ولا مع لاجونس تاع الوكالات السياحيه في ولايات يعرضوهم ويدوهم هما كوكالات يعني يدوهم لهاد المناطق. هذاك الوكيل تاع السياحه كيشوف المناطق اصلا هو يولي كيمشي يدير البريزونطاسيون للشعب تاعه، قال باغي نديك الباصه واش فيها واش فيها، بديت نوعا ما السياحه تنطلق، لكن يليق تسهيلات يليق تحفيزات. ربما حتى إذا قارنا السياحة التاريخية والثقافية فالسياحة الدينية هي أكثر من السياحة الثقافية، يعني أخذت قسط كبير في السياحة الجزائرية. أكيد السياحة الدينية ولات خاصة أن ولاية البيض معروفة بالزوايا. الزوايا راهم يؤدوا في دور كبير من ناحية العلم، من ناحية تدريس القرآن، المجالات هذه، وحافظوا على النشء، يحافظوا احنا الحمد لله. يعني الولايات هذه بالك تلقى عندهم واحد الطابع خاص انهم يحترموا الامام، يحترموا كاين بالك في بعض الولايات اللي تلقى الامام مسكين تلقاه شغل. حنا عندنا الامام هو الشخصيه رقم واحد في الولايه، يعني كي يدخل المجمع هكا ولا الناس تنوض تقدر تسلم عليه يريح في المكان في مكانته. هذا الطابع يتورث للاجيال، يعني الجيل عندنا مازال الكتاتيب، يعني الوالد يدي البنت تاعه يقرا في الطالب يقرا القران، الوالد كي يمشي كي يدي الولد تاعه اصلا للامام اللي باغي يدرسه، الوالد هو يبادر يمشي يسلم لذاك الامام في راسه ويقدره، يعني يعطي ذاك الطفل يعطيه درس كي يشوفه هو قدر ذاك الامام، حتى الطفل يولي يشوف بلي هذا امام وهو المدرس هو القدوه، هو يعني يربيه بطريقه غير مباشره. التربيه هذه اللي تؤدي فيها والزوايا، احنا الحمد لله عندنا ثم مشايخ كبار اللي مؤدين دور كبير، يعني محافظين على الدين، محافظين على التراث، محافظين حتى مديريه الشؤون الدينيه يعني باش ما نبخسوهاش حقها، يعني مؤديه الدور تاعها الحمد لله. وكل امام في مسجد عندنا بعض الائمه ما شاء الله اللي دخلوا حتى في المجال الخيري. عندنا مسجد في ولايه البيض
اللي فيه إمام يعني ناشط وناشط حي من هذا البرنامج، يعني شراء أمبيلونس راه مسخرها للمرضى السرطان، المرضى الفقراء، يدير قفاف تاع رمضان. يعني الإمام دوك الدور تاعه راه القدوة الحسنة، هو القدوة الحسنة، والدور تاعه دوك راه يتسارع مع الزمن، الدور تاع المنبر، الدور تاع يحافظ، هو يكون القدوة. يعني كي هو الإمام يبادر للخير ولا يبادر، يعني يسهل، وهو الإمام يعني الجامع، هو كي يعطي فكرة للمواطنين يروحوا معاه. الثقة المتبادلة بين الإمام والمجتمع مازال راها كاين، يعني الإمام كي يقول لك فكرة الناس تروح معاه. وبصفتكم نائب عن ولاية البيض وبصفتكم نائب بالمجلس الشعبي الوطني، كانت قد مرت عدة قوانين على طاولة البرلمان الجزائري في السنتين الأخيرتين على غرار قوانين المالية الميزانية والاستثمار، فكيف هو واقع الاستثمار بولايتكم؟ واقع الاستثمار في ولاية البيض يعني احنا هل استفادت الولاية بصراحة من مشاريع؟ لا لم تستفد. احنا في باش نكونوا صراحة احنا في الجزائر القديمة، جزائر يعني عشنا أحلام وأحلام في ولاية البيض، جاءوا مستثمرين اللي أغلبهم الآن راهم في السجون، يعني الأفكار باغيين يديروا لوزين تاع لي بياس تاع الهونداي، مدينة سينمائية في بريزينا، استثمار فلاحي كبير، لكن بعد في الأخير لقينا سيدي الفاضل هذه الجزائر القديمة وفي الجزائر الحديدة وبصفتك منتخب عن ولاية البيض ومر عليك قانون الاستثمار، هل كان لك أيضا حلم في الاستثمار بولاية البيض؟ حلم شخصي ولا حلم؟ لا حلم يعني المستثمرين يستثمرون في ولاية البيض. احنا دوك التسهيلات يعني راهم كاينين حاليا، كاين مستثمرين بصح ماهيش بالطريقه اللي انا باغينها احنا، ولا بالوقت بالسعه اللي تستقطب كاع المستثمرين. كاين مستثمرين عندنا في بريزينا، عندنا في الخيثر، يعني في مجال الفلاحه بدات الامور تنطلق، حتى القانون الجديد تاع الاستثمار يعني اللي خرج سهل على المواطنين انه يدي قطعه ارض يستثمر فيها، التسهيلات يعني في مجال الفلاحه. في مجال الصناعه عندنا لا زون اندستريال خسرت عليها الدولة أموال، متوفر فيها كل لي ريزو، يعني كاع لي زامني موجودين في لكن لحد الآن لم تنطلق، ما فيها حتى مشروع، يعني الصناعة في الصفر كي نقولوا صفر، يعني صفر. عندنا بعض المصانع، عندنا مصنع تاع الحليب تاع فارينة يعني تاع الماء، بصح يعني حتى التشغيل التوظيف عندهم نسبة قليلة، والله تاع ياجور يعني عندنا وزين تاع ياجور يخدم يعني في عدد محدود، وماهوش هو اللي يمتص داك البطاله. انا اخر خطره حضرت مع السيد مدير التشغيل كي لونسي لك عدد تاع 59,000 بطال، يعني عدد كبير. وفي هذا المجال اذا سمحتي لي انا بعض الاحصاءات، عندنا الناس اللي راه يعني تتعب في هذا المجال ودير احصاءات، لقاو باللي الطبقه الجامعيه ولا الطبقه اللي عندها مستوى هي اكبر نسبه بطالين. يعني هنا لازم ندقوا ناقوس خطر، معناتها دوك الشاب راه يقرا باش يولي بطال، يعني ذاك التعب وذاك المجهود وذاك دوك الدوله لازم في الحين تخمم في حلول. وانا كنت نتناقش مع يعني خطرات الفكره تكون عندك بصح كي ما تكونش عندك السلطه انك تادي الفكره هذه. حنا دوك علاه نكذبوا على شبابنا وتقول له روح اقرا في الجامعه، اقرا باش تقرا، علاه يا خويا؟ هذه الجامعات الحمد لله راه عندنا جامعات في كل ولايه الوطن، نديرو رؤيه بعيده. دوك الشاب هذا نحطوه في امر الواقع، قال حنا دوك صايب باش تقرا باش حتى بعض التخصصات تخرج الاف طلبه، يعني ومن بعد في سوق العمل تلقى ما كانش طلب على هذا التخصص، علاه راك فاتح هذا التخصص؟ نقرا باش نقرا ما لازمش، دروك اللي قلنا نشوف رؤيه واحده اخرى. واش هي الفكره؟ التكوين المهني دوك الدوله خاصها تروح في مجال، لا انا باغي نروح مجال الاستثمار والاقتصاد والمصانع، نشوفوا السوق المحليه، والله نخلقوا سوق ان الدوله تدير هي الفلاح، هي تدير مناطق يعني تابعه للدوله، تتبعها اي اداره من ادارات الدوله، مش مديريه الفلاحه تسيرها ولا لونطا ولا يسيروا هذا ويكونوا الجيل. يعني كي تدخل الجامعه على اساس راك داخل مركز التكوين المهني، تدي شهاده في ذاك المجال، كي تخرج تروح ديريكت للتوظيف، يعني تنفع الدوله وتنفع روحك، وراك ضامن انك تقرا في حاجه عندها معنى. حنا دوك ولينا حتى المؤسسات يعني لي زيكول المدارس العليا، دوك مين السيد يقرا في مدرسه عليا
ومن بعد يخرج البطالة، دكتور، بطال، ماستر، شحال راهم عندنا آلاف ماستر. أنا يوميا راهم يتصلوا بيا في الصفحات يقول لك احنا تاع الماستر ورانا أين أين الطالب أصبح مشروع بطال. مشروع بطال يعني أي واحد يدرس في الجامعة مشروع، ماشي مشروع بطال، يعني اللي نبدلوا الرؤية، مش قال عندنا جامعة خلاص، اللي نشوفوا احنا واش خصنا ولا الاختصاص اللي خصنا. دونك احنا ولات كل اختصاصات، أنا ماشيين بالك فارماسي بطال، طبيب ممكن، طب اللي راهم يمشوا يبدلوا الولايه تاعهم يتوظفوا، بصح رانا ماشيين اننا نقول طبيب بطال يعني بعد سنوات يولي توظيف. وحتى القانون التقاعد يعني راهم يتصلوا بينا ولا واحدين يقول لك انا خدمت 30 سنه، خدمت 32 سنه، خدمت 27 سنه، يعني هذا حتى الروندمو تلقاه صايم ديكوتي. واحد كي دير بالك خطره دير في راسك غير فكره، قال انا كي نهار السبت والله كي نخرج من الجامعه ندير لك، هو راه يشوف روحه بالك يقعد حتى مشاكله يقعد رابطها غير بلا روتلار. يعني التقاعد ما يوليش يعني الروندمو اللي راك طالبه منه الاستاذ ذاك ولا الموظف اللي راه في ذاك البيرو يخدم فيه، كي تخرج هذو للتقاعد راك تفتح مناصب كبيره للشباب. كل ما يكونش التقاعد بالنسبة لنا نضرب عليه ورانا حاطين على مستوى الحكومة باش يليق يتعالج، يليق الدولة تكون عندها قرارات. مالغري هي فيها أكيد من بعد في الخلاص تاعهم يكون شوي تذبذب، بصح لازم ندو قرارات باسكو رانا ماشيين ندخلوا في الحيط. انا نشوف في روحي نسوق مانيش قادر نفريني معليش، بالك ندير رابي، بالك اللوطو تصرالها حاجة، بصح انا نسلك. هذا اللي لازم دوك جامعيين دكاتره كل يوم يتصلوا بي انا دكتور بطال، يعني نفسيته هذا واش تكون. وقلت للسيد وزير على ديك خطره في مداخله، يعني كي تشوف مؤخرا واش ولا تلقى ماستر ليسونس دكتور يقول لك فلان قبضوه يبيع الحب ولا قبضوه يبيع المهلوسات ولا يبيع امور يعني ماهيش مليح. واش داه يليق نديرو دياغنوستيك، يليق نعرفوا هذا الشاب علاه مشى لهذا المجال؟ اسكو السيد اللي قرا ووصل الدكتوره وتعب كان في راسه انه يمشي لهذا المجال، ولا اللي قرا الماستر كان في راسه انه يمشي لهذا المجال؟ والهجره غير الشرعيه، اطباء دكاتره قبل كانت ادمغه كبيره تهجر، ما كانش تسهيل، ما كانش رؤيه. معليش دوك حنا الاخطاء، انا نقولوا الجزائر الجديده الاخطاء تصحح، اللي نعرفوا انا هذا كي راه يقرا في الجامعه تخصص اي تخصص اللي نعرف راني باغي نوظفه من بعد ولا واش راني باغي ندير به انا الطالب هذا. وحنا الجزائر الحاجه الكبيره اللي ماناش مستغلينها فيها هو الطاقه الشبابيه، عندنا حاجه كبيره تاع شباب ولكن ماهيش مستغله، يعني مازال الشاب مسكين يشوفوا فيه ذاك تاع اللي ما يقدرش يدير. لا الشباب اعطيه المشعل، اعطيه المسؤوليه. انا الحمد لله كنت في بلديه البيض في 2017 كنت اصغر منتخب، وبالك كي كانوا يشوفوني الناس كي ندخل يشوفوني راك صغير، بصح الحمد لله اديت الدور وقدرت ندير التحدي. وبالك الصوالح اللي خدمتهم في ذاك الوقت ممكن واحد اخرين ما خدمهمش، باسكو تكون شاب بعد عندك ديك الطاقه. ذروك راه عندنا نواب شباب، يعني القانون الجديد الحمد لله فتح انه يكون قبل كي كانت راس القائمه يعني قليل، مستحيل انك توصل باش تولي نائب. وهما إعادة الثقة بين الشاب ومؤسسات الدولة. أكيد، دوك كي ولات عندنا الشباب بكرة، عندنا ثاني هنا في البرلمان، عندنا الشبكة البرلمانية اللي تأسست مؤخرا، نشكر السيد رئيس المجلس على يعني راه يدعم في الشباب، حتى السيد رئيس الجمهورية يدعم الشباب مطلقا، يعني يوميا في الأحاديث تاعه دار المجلس على الشباب، يعني عاطي مجال كبير للشباب. لكن الناس اللي راها تسير معاه ما راهاش مواكبة الممشى، عاطين قيمة لهذا الشباب. الشاب أعطيه الفرصة وخليه يخدم، ما تغلقش عليه، كل ما تضيق على الشاب دوك الشاب واش راه يشوف في روحه؟ مستقبل، باغي يكون اسره، عنده طموح، باغي يدير سكن، عنده طموح باغي يشري سياره. لي ريزو سوسيو دروك راهم قربوا العالم للشباب، يشوف ناس عايشه بواحد الطرق. ايماجين انت واحد يشوف في واحد مريح في بلاصه مناظر، عنده السياره، هو بالك في منطقه نائيه، دوك الانترنت راه في كل، هو يشوف فيها، بصح هو يشوف في روحه باللي محروم من ابسط الامور. كي تكون نفسيته هذا يعني يليق ندق ناقوس الخطر في مجال الشباب. هاد الشباب من على سنتين، ثلاث سنوات، اربع سنوات، كيفاش راح يكون التفكير تاعه؟ نتفائل خير ان شاء الله، ان شاء الله نتمنى لولايه البيض كل ما هو خير وان ترقى لمصاف المدن الكبرى باذن الله. احنا ان شاء الله عندنا ثقه كامله في السيد رئيس الجمهوريه وفي المسيرين على مستوى الوطن وعلى مستوى المحلي، وحتى الساده المنتخبين اللي نقدم لهم تحيه، الساده رؤساء البلديات، السيد رئيس مجلس الشعب الولائي، كل المنتخبين المحليين
يؤدوا الدور تاعهم ان شاء الله باش من اجل النهوض بهذه الولايه. وتحيه يعني لكل ولايه الوطن، يعني مش ولايه البيض الخاصه، يعني كل الولايات اللي فيها النقائص. حنا نتمنى والله قلت لك نفرحوا كي نشوفوا اي زياده في اي ولايه، نفرحوا بها على زياده فينا وزياده في الوطن تاعنا. وكل ما تطور المجال وتطور يكون اكيد يرجع بالنفع علينا في اي بلاصه. نائب المجلس الشعبي الوطني السيد مشري عمار، كنت ضيفي اليوم في برنامج من قلب البرلمان، شكرا لك على الاستضافه. شكرا، ربي يحفظكم وربي يجازيكم، وتحيه طيبه للجميع باذن الله. عايش استاذ، دمت في خدمه الوطن والمواطن الجزائري على حد سواء. باذن الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. الى هنا مشاهدينا وصلنا واياكم لنهايه عدد اليوم من برنامجكم الاسبوعي من قلب البرلمان، موعدنا يتجدد الاسبوع القادم ان شاء الله، ضيف جديد وموضوع متجدد، نفس التوقيت نفس القناه، الى اللقاء.